لا يا فندم، يعني اقصد كابتن فاروق عشان حضرتك تتفهم صح، لان انا خايف ان المكالمه دي تخلص وبرضه تفضل مفهوم غلط. انا بحاول افهم الكلام، هل الحكام الافارقه كانوا بياخدوا مقابل زي ما حضرتك قلت للطرد او للبينالتي اللي هو ما بيجيش اول ربع ساعه؟ لا ما قلتش كده يا استاذ عمرو. لا انا ما قلتش ان بياخد مقابل ده او ده، لا ما قلتش الكلام ده. انا بقول الحكم الافريقي ما بقولش بقى ان هو بياخد على الهدف او الطرد او لا، انا كنت بتكلم ان الحكم الافريقي كان دايما مع الارض، مع صاحب الارض، لكن ما كنتش بقول ان هو بياخد فلوس او لا، ما كلمتش. انا اقول هو كان بيطلب ليه طلبة. يعني انا كان في مباراه واحده اللي انا قعدتها وحصل فيه الكلام ده سنه 79، وعلى فكره المباراه دي خسرناها، يعني المباراه العوده بتاعتها خسرناها. ولكن حضرتك قلت ان ده بيحصل في بقيه الفرق، وذكرت المحله والاسماعيليه الفرق المصريه والمقاولين الفرق المصريه اللي بتلعب في الدوري. انا قلت اللي انا بقول الفرق المصريه بتلعب في البطوله الافريقيه او في الكونفدراليه، وقلت الاسامي الفرق، وقلت اسامي الفرق. يعني انا مش بتكلم. ايوه يا فندم، إن أنا اسامي الفرق دول كان بيتعرضوا لنفس العرض ده ولا اسامي الفرق دي ايه؟ ما عايزين بس نشرح للناس. لا انا بقول هم هيتعرضوا نفس اللي احنا كنا بنتعرض له، نفس اللي كان الزمالك بيتعرض له. ما اسال، انا قلت لاحمد كمال اسال في الاهلي انه الحكم كان بيعرض عليهم انه يديهم بينالتي او يطرد حد، مش ده العرض؟ لا ما هو ده هو مباراه واحده كانت في قاعده واحده، وانا قلت كده. الراجل قال كذا وانا قلت له لا. يعني انا كان معايا كابتن سمير السايق كان قاعد جنبي، قلت له لا. حضرتك قلت لا على الزمالك، ولكن حضرتك بعد كده قلت انه ايضا هذا يحدث مع فرق كذا وكذا وكذا. لا حصل، بقول هيحصل اللي حصل معانا ده ممكن يحصل مع الاهلي والزمالك والاسماعيلي. انا قلت ده الكلام، مش انا قلت لا، ده انا قلت وممكن يحصل مع الاهلي مع الزمالك مع الاسماعيلي مع المحله كان بيلعب مع المقاولين العرب، هم الخمس فرق اللي كانوا بيلعبوا. فده كان ردي عليه، انما لكن انا مش ردي ان انا اقول الاهلي والزمالك والاسماعيلي كانوا بيدفعوا. لا انا كان ممكن يتعرض عليه زي ما كان بيتعمل معانا، فاكيد بيتعمل مع الفرق الثانيه. طيب لكن انا ما قلتش ان ده حصل او انا شاهد على النادي الاهلي دفع او نادي الزمالك دفع او نادي، لا انا كل الكلام ده غلط، انا ما قلتش كده خالص. جميل يا فندم، جميل جميل جميل. كل اللي ممكن اللي كان بيتعمل ده ممكن يكون بيتعرض زي ما كان بيتعرض علينا، لكن احنا ما حصلش معانا غير مره. يعني هو هناك جزئيتين، انه بيتعرض انت موافق ان ده كان بيحصل، بس انت بتنفي انه الفرقه دي كانت بتقبل. انا فاهم صح؟ لا خالص، انا ما قلتش ان الفرقه دي كان، لا خالص ولا قلت. ايوه يا فندم، ما انا بقول اهو، انا فاهم صح. حضرتك بتنفي ان الفرق دي اللي هو الاهلي والمقاولين والاسماعيلي والمحله ان هم كانوا بيقبلوا هذا الامر، ولكن ولا انا شاهد ان هم تعاملوا مع اي حكم. لا انا ما قلتش كده خالص.